اعترف. اسمعوا يا شباب منيح وفهموني كويس، نحن هون بمنطقة حدودية ولهالسبب مو لازم تغفل عنا لحظة واحدة. الدوريات الراجلة والمتحركة لازم تطلع بانتظام وبوقتها بالضبط، وما بدي اسمع عن اي تقاعس او اي تهاون. المهربين يا شباب صاحبين حيلة وقلبهم قوي، واذا انزنقوا بحطوا راسهم براسنا، ما بتفرق معهم منهم. مشان هيك لازم تلتزموا جانب الحيطة والحذر، ولا تتصرفوا اي تصرف قبل ما تعلموني فيه. الو، احترامي يا سيدي، اهلا وسهلا بكم. نعم يا سيدي، نعم نعم نعم، عم بسمعكم سيدي. عفوا سيدي ما فهمت، تمثال شو؟ تمثال الملك أرمان؟ لا والله يا سيدي آسف، ما سمعت فيه، ما سمعت فيه، ما سمعت فيه يا سيدي. مين بيكون يعني؟ آسف يا سيدي، والله أنا بعرف جلالة الملك فهد وجلالة الملك. نعم؟ أيوة. عفوا سيدي، هذا من العصر الآرامي. هلا فهمت عليكم سيدي. شو الحكي؟ ومرته الملكة إرمية كمان؟ حاضر سيدي حاضر، أمركم، أمرك سيدي. لا والله، لا والله، نعم راح ننزل أقصى الجهد وراح استنفر كل العناصر اللي عندي، وإن شاء الله بإذن الله بنبيض وشكم وبتاخذوا نتيجة. نعم يا سيدي، احترامي، الله معكم. أرمان. خير شو في سيدي؟ في إخبارية وصلت للقيادة مفادة أنه تمثال الملك الآرامي أرمان وتمثال مرته إرمية رح يتهربوا لبرا من منطقتنا من هون. هالإخبارية أكيدة سيدي؟ يعني لو مو أكيدة ما كانوا اتصلوا فينا وطلبوا منا الاستنفار الكامل. بالظاهر التماثيل غالية مو هيك سيدي؟ طبعا غالية، بالعكس هالتماثيل هي لا تقدر بثمن، وغير هيك هي ثروة وطنية تمثل حقبة مهمة من تاريخ بلدنا ومو لازم أبدا نخسرها. ولهالشي الله يرضى عليكم بدي منكم تطلعوا دوريات بشكل دائم ومستمر ومنتظم، وتفتحوا عيونكم وأدنيكم منيح. يعني ما بدي النملة تعبر جبالنا، ما بدي الطير يجتاز سمانا. طيب مين بده يهربها لبرا؟ أكيد حرمية المتاحف والآثار يلي عم يحاولوا يطالعوها برات البلد، ونحن طبعاً لازم نحبط هالمحاولة بأي ثمن ومهما كانت الظروف. يلا شوف الله يرضى عليك، نظم لي دوريات منتظمة وحاولوا تغطوا أكبر مساحة من الأرض، خصوصي طرقات المهربين يلي صرتوا بتعرفوها منيح أنتو. نحن جاهزين سيدي. ولا تنساها الدوريات لازم تطلع على مدى 24 ساعة، ولازم تصبروا وتطولوا بالكم ولا تسمحوا للملل يعشش فيكم. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل. سيدي ممكن التهريبة تصير بالليل؟ والله هالشيء علمه عند ربي، ممكن بالليل ممكن بالنهار ممكن، ولهالسبب بدي اياكم تستنفوا حالكم ليل نهار. ماشي الحال، الله معكم، تصير عفو. تفضل. ولا يهمك يا أميرة حفلحة، بس أنت صبري علي شوي. الله يرضى عليك، ما بدنا نتأخر بالفلاحة، بكرة بتي بس الأرض بتنشف ما بتعود بتمشي فيها السكة منيح وبتتعذب بحرتها. ولا يهمك أمي، ما في شي بصعب علي خاصة إذا الموضوع بيخصك. الله يرضى عليك يا ابني وييسر أمورك كيف ما درت وكيف ما اتجهت. طيب ليش يا أمي ما بتستأجروا تراكتور؟ مشان الفلاحة، يعني لأمتى رح نضل نفلح التور؟ كل هالفلاحين عم يستأجروا تراكتورات؟ صدقيني يا جميلة، طالما هالتور موجود وأنا موجود فبإذن الله الأمور كلها رح بتهون. حكي أخوكي مزبوط يا جميلة، وإن شاء الله بهمة أخوكي الله يرضى عليه وبهمة التور منستغني عن التراكتورات. لك أمي، هدول الناس عم يستأجروا تراكتورات لأنه معهم مصاري، أما نحنا يا حسرة علينا، يا دوب عم نطالع لقمة يومنا. خلي الطابق مستور ولا تنكشيننا جروحاتنا لك أمي. دايمي صحتين تقبلني؟ صحة. بس ما حلك تشبع؟ الحمد لله كفاها الله.
قومي جميلة تقبريني، قومي عملي له فنجان قهوة لأخوك اللي يمزمز فيها على مهله. على عيني. طيب بين ما يصير فنجان القهوة رح قوم اشتغلي شوي بالأرض. شربها بالأول تقبرني. ما بطول أمي ما بطول. الله يرضى عليك، شو إنك مرضي وصاحب همي. إلهي ما تحرمني منه، إلهي تمسك التراب بيقلب ذهب بين إيديك يا خليل. آمين يا رب العالمين. العمى شو هاد؟ غريب. انت بتعرف هالتمثال لمين؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. طيب فكرك هذا تمثال الملكة ارمية عن حقام؟ العلم علمك سيدي، والله ما بعرف، يعني انا بصراحة ما بفهم بالشغلات، مشان هيك جبت لعندكم على المغفر. طيب وين لقيته قلت لي؟ تحت الشجرة سيدي. أنو شجرة؟ اللي عنا بالبستان سيدي. ها يلي عندكم بالبستان؟ اي نعم سيدي. ودخلك لقيته لحاله ولا لقيت معه شي تاني؟ شي تاني؟ مثل شو سيدي؟ اسمعوا لا لا تضيع لي خلاقي تجذب علي بجذب على بلد أنا. شو قصدكم سيدي؟ قصدي ألاعيبك مكشوفة وما بتنطلي علينا هيك تمثيليات؟ سيدي هلو ألاعيب ولا تمثيليات؟ اقسم بالله اني لك هلا لا تقعد تحلف وتتحلف؟ قالوا للحرامي حلف قال اجاني الفراش. حرامي سيدي؟ أنا حرامي؟ أنت لقيت تمثالين ومشان تبعد الشبهات عن حالك جيت تسلم واحد وخبيت الثاني ومفكر حالك ذكي ما شاء الله وكان حولك وحواليك. يا سيدي الله وكيلك. هوس ولا حرف؟ اطلع بتمثال الملك أرمان عمان. الملك مين سيدي؟ أرمان أرمان يا حبيبي وعامل حالك ما بتعرفه كمان. يا سيدي الله وكيلك بعمري ما سمعت باسمه. شو هذا أرمان؟ نورني سيدي نورني، يشتغل على عرضك نورني. شوفوا يا خليل لا تصرع علي راسي، هي عم فهمك ها؟ الإنكار ما رح يفيدك، بالعكس رح يجيب لك آخرتك وضاعف لك عقوبتك. بقى اعترف بسرعة أحسن لك، اعترف وحاجتك شطار. بشو بدي اعترف يا سيدي بشو؟ يعني هذا جزائي لاني اجيت سلمتكم التمثال؟ وشو الفائدة إذا سلمتنا إرمية ولطشت أرمان؟ ولا فكرك الملكة إرمية كانت بايرة وعزابية؟ أقسم بالله يا سيدي أقسم بالله إني لا بعرف لا أرمان ولا طرمان. أنا فكري إني جاي أقضي غرض، فكري إني بيض وش قدامكم. بتعرف شو بيسوى هالتمثال؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. يا مسعود! حاضر سيدي. خذوا دوريات وفتشوا بيته ارني ارني وشبر شبر وزجوا لي هالازعر بالسجن على بين ما ننصر بامره. يا سيدي ليش لسجوني بالسجن؟ يلا يلا بنعود. والله وكيلك ما عملت شيء. لك يلا يا عثمان بيك بعرضك انا. الله وكيلكم يا ناس يا عالم مظلوم. لك امشي قدامي بلعنك. الله وكيلكم يا جماعه لا ارميه خانم ولا ارمان بعرفه. لك امشي بلعنك يلا بنعود. يا جماعه والله ما شفته. تضرب به الراس. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ابراهيم؟ وليه على قلبي عليه؟ ايه والله يا خالتي ام خليل، المساعد مسعود بيقربني وهو بلغني بالخبر. طيب ليش حابسينه؟ يعني ما عرفت شو السبب؟ قال تهمينه بسرقة تمثال الملك أرمان وانه مخبيه ليهربوا برات البلد ويبيعوا بالمبلغ المرقوم. يلا بخاطركم بخاطركم. مين هذا أرمان امي؟ لك والتاني عن شو عم تسأل؟ لك انا شو بعرفني بهذا الموضوع؟ الحقيني لك امي الحقيني، بدنا نضل قاعدين وساكتين واخوك محبوس بالمخفر. ونحن شو بيطلع بايدنا نعمل يا امي؟ خلينا نحكي للمختار اكيد بيلاقي لنا حل. ليش المختار بيطلع بايده؟ شو بدنا نساوي لكان؟ ليش في قدامنا غيره؟ امشي لك امي امشي، الغريق بيتعلق بقشه. ودي على قامتي عليك يا خليل.
والله اخي خليل ما بيستاهل. بيستاهل امي؟ لك امشي امشي هلا، خلصيني امشي. نعم سيدي، نعم حققنا معه، بس للاسف لحد هلا ما اعترف. نعم يا سيدي، فتشنا البيت والارض كمان وما لقينا شيء. والله يا سيدي احتمال كبير يكون معه شركاء. ايه معك حق سيدي، بس المشكلة انه وسائل التحقيق عندي بدائية كتير، يعني ما عندي غير فلقة وكبل رباعي، ونحن كنا قدمنا طلب قبل 3-4 أشهر مشان تبعتوا لنا اجهزة حديثة، بس لحد هلا. نعم؟ عفوا سيدي؟ امرك. طيب طيب، رح حولكم المتهم لعندكم باقصى سرعة. ايه طبعا طبعا، مع محضر التحقيق وهو كذلك. احترامي يا سيدي، احترامي، الله معك. قالوا نعيم، طمني يا ابني، اعترف ولا لسه؟ لا لا خلص ما في داعي، جهزوه مشان نحوله للعاصمة موجودا. ايه بسرعة، مع السلامة. شو يا خليل؟ لساتك ملبس راسك مو ناوي تعترف؟ سيدنا الله يخليك، بشو بدي اعترف؟ انت بس اعطينا اسماء شركائك وانا بوعدك اللي طلعت مثل الشعر من العجين. ومشان تطمن اكثر، انا ما راح اقول لشركائك انه انت اللي حكيت عنه. يا سيدي الله وكيلك، الله وكيلك. انا بس انا ما بفهم هالحكي ولا فهم. بدي تمثال ملك ارمان باي وسيله. شي حلو والله، ما بقى علينا غير نترك شوية زعران يتحكموا بتراث البلد. طيب وانا شو دخلني يا سيدي؟ شو دخلني؟ قسما بالله انا مالي علاقة بموضوع الاثار. بعدين انا زلمة غشيم تماما بهالمواضيع. ماشي الحال، خليك ميبس راسك لنشوف اخرتها معك. انت موقوف على ذمة التحية حتى اشعار اخر. خدوا على السجن. يا سيدي الله وكيلك، انا ما بعرف شو هذا الموضوع. امي الحبيبه، اختي العزيزه جميله، بحب طمنكم اني انا بخير ومو ناقصني غير اني اشوفكم. الحمد لله صحتي منيحة ونفسيتي مرتاحة ومعنوياتي عالية جدا، وكل هالشي لاني متأكد تماما من براءتي. الوضع هون ماشي حاله، والأكل عم يجينا بانتظام، 3 وجبات كل يوم، وبقدر قلكن انه الأكل كتير كتير كويس، والناس اللي محبوسين معي بالسجن كتير حبابين وأوادم، والقط بياكل عشاهم، وكل شي من أحسن ما يكون. أمي الحبيبة، بالنسبة للأرض لا تهكلي همها بنوب، رح أحرت لك إياها وأفلحها بإذن الله، وهذا وعد مني إليك، وأنا متأكد من هالشي لأنه بإذن الله بإذن الله إقامتي بهالسجن ما حتطول. وفي الختام أقبل أياديك الطاهرة وأرجو أن لا تنسيني من الدعاء حتى يخلصني الله من هذه الورطة. المشتاق لكم ابنك خليل. يقبر قلبي إن شاء الله، هكلان هم فلاحة الأرض وهو بالحبس. شايفة أخوك قديش حنون؟ إيه معه حق يهك الهم، لأنه إذا ما انفلحت الأرض من هون لعشر أيام رح يروح علينا موسم السنة، وبتعرفي إذا راح علينا موسم السنة رح نتبهدل ونتشرشح ونصفي على الحديدة، والله بيعلم شو رح يصير بحالنا. لا والمصيبة إنه ما في حوالينا مين يساعدنا، كل واحد ملتهي بحاله وما حدا سائل عن حدا. الله كبير يا بنتي وما بينسى حدا. والنعم بالله، بس معقولة يا أمي هيك نضل ساكتين وأخي عم يتعذب بالحبس؟ لك امي شو بيطلع بايدنا نساوي وما ساوينا؟ هي حكينا مع المختار وما طلع بايده شيء. يا امي المختار بهيك شغلات مثل قلته، وبصراحه نحن لازم نوكل محامي لاخي. محامي؟ ايه طبعا ليش لا؟ بجوز المحامي يفك اسره فورا ويطالعه بيومين زمان. ايه منين بدنا نجيب مصاري؟ مو مشكله امي، بيع اسوارتي. قبل ما تبيعي وتتصرفي من عندك اسالي اخوك وشاوري، بجوز يكون عنده راي ثاني. اصبح قايمه اكتب له رساله واخذ رايه. ايه اكتبي له رسالة وسلمي لي عليه وطمنيه عن احوالنا، ما بدي هيك الهمنا وهو بالحبس، ولي على قلبي عليه مو ناقصه هكلان هم. حاضر امي على عيني.
أما بالنسبة لموضوع المحامي فما في داعي توكلوا محامي أبدا، لأنه أنا بريء ورح تظهر براءتي بإذن الله. وبالنسبة للموسم الزراعي يا أمي، أنا وعدتك أني أفلحها وأحرتها، ووعدت الحر دين، وبإذن الله رح أحرتها قريبا، وبيجوز يصير هالشي بعد كم يوم. والله كتير متفائل. ولهالسبب اطمني وحطي رجليكي وإيديكي بمي باردة، وتأكدي أنه الموسم الزراعي ما رح يروح علينا مهما كانت الأسباب. لذلك أرجوكي من هلأ تحضري البدار، والأرض يا أمي رح تنزرع بوقتها مثل كل سنة. سمعانة شو عم يقول خليل أمي؟ خلص من بكرة لازم نشتري البدار. كيه؟ شلون بدنا نشتري البدار؟ بركي أخوك طول بالحبس وما قدرنا نفلح الأرض، منكون خسرنا حق البدار على الفاضي. بس أنا قلبي حاسسني إنه ما رح يطول. بعدين ما شفتي شو كاتب بالرسالة؟ هو اللي قال اشتروا البدار مو نحنا. يعني لو ما كان واثق من طلعته ما بيقول هالحكي. الله يسمع منك يا جميلة ويفك سجنه على أهون سبب. خلص من بكرة مننزل منشتري كل شي بيلزمنا ومنتكل على الله. والله يا أمي الأرض يبست كتير وصارت مثل الباطون وصار لازم تنفلح بسرعة. إيه الله يفك أسرك ويفرج كربتك يا خليل ويفرحنا فيك. الله لا يحرمنا منك يا حق. أمي الحبيبة، وفي الختام أرجو يا أمي إنك ما تنسيني من الدعاء. ملاحظة، لا تفلحوا الأرض قبل طلعتي من السجن، لأني بصراحة دفنت فيها تمثال الملك أرمان. لعنة لعنة، كيف ما فكرنا بهالشغلة من الأول؟ والله وقعت يا خليل وما حدا سمع عليك. الو، شو هالحكي؟ معقول يا سيدي؟ لا بس شلون اعترف؟ هيك مكتوب الرسالة؟ حاضر سيدي، حاضر حاضر امرك، انا جاهز هلا فورا رح ابعت قوة. طبعا يا سيدي، اي شيء بصير بتصل فيكم فورا. الله معكم يا سيدي، مع السلامة. الله معكم يا سيدي. يا مساعد مسعود، يا مساعد مسعود. وعدتكم اني رح افلح الارض، وهي انا يا امي عم انفذ وعدي. المشتاق لكم خليل.